وزير الخارجية الجزائري حذر من تنامي تهديدات الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي وتحولها إلى سلطات محلية فعالية في المنطقة وفق تعبيرها. وفي جوارنا المباشر خصيصا هي الأخرى تشهد تأزما غير مسبوق يمكن تلخيص أبرز سيماته في 4 مشاهد مقلقة وصادمة. المشهد الأول يكمن في تزايد وامتداد وتفاقم بؤر التوترات والأزمات والصراعات، لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي التي أضحت تشكل قوسا من لا أمن ولا استقرار، يمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي. المشهد الثاني يتمثل في اتساع رقعة وتزايد حدة آفة الإرهاب التي قوبل انحصارها في أجزاء أخرى من العالم بتغلغل وامتداد كبيرين في قارتنا الإفريقية، وبالخصوص مرة أخرى في منطقة الساحل الصحراوي.